إيه إلى سنة 2020. وهذا من أجل ترسيخ ثقافة الأمن ونشرها، باعتبار أن التعاون الوثيق بين الشرطة وأفراد الأسر الإعلامية أمر هام وضروري. بالنسبة لحصيلة نشاطات المصلحة الأمن العمومي خلال سنة 2020 على حفظ النظام العام وتطبيق مختلف القوانين الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية، عن مسجلة المصلحة في مجال محاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية سنة 2020 205 قضايا جلدتهم، وإنجاز 701 ملف قضائي ضد أشخاص مجهولين، إضافة إلى ملفات قضائية ضد أشخاص الموقوفين رفقة السلع المعروضة للبيع والمنتظرة في 231 قضية. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل جرس.